بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين والكرة دائما في الملعب عبر سي بي سي 2 واستوديو تحليلي على اعلى مستوى، كابتن حسن المسكاوي، كابتن ايمن يونس، ومعلقنا كابتن محمود بكر، وايضا على القناة الصوتية الثانية الزميل رامي باجت. وسعدني ان اكون معكم مع فريق العمل برئاسة محمد عبد العظيم عظيمة مخرجنا، ووليد عبد السلام رئيس تحرير، وباقي فريق العمل من الاخراج والاعداد. اهلا بكم. عايزين تبداوا من ايه؟ طيب نبدا من امبارح او نبدا من دلوقتي. من دلوقتي الاهلي خلاص الشوط الاولاني على وشك النهايه مع الرجاء في مباراه ممله والتعادل بدون اهداف، ومن قبلها النصر يحرز اول نقطه بتعادله 2-2 مع فريق حرس الحدود. النصر تقدم، الحدود تعادل، النصر تقدم، الحدود تعادل، ثم الشوط الثاني كان سجال، كان الحدود كان اكثر خطوره ولكن النصر استحق النقطه. امبارح بالليل الزمالك تعادل مع الداخلية، عادي الا في الزمالك. في الزمالك مش عادي. الزمالك يتعادل او يخسر ما بقاش عادي. والسنة دي الحقيقة الزملكاوية كمجلس ادارة وكجماهير معذورين. الزمالك خسر لقاء السوبر في افتتاح الموسم بعد توقعات كانت بفوزه بنسبة عالية من الاهداف، ثم افتتح الموسم بفوز عالي على فريق طلائع الجيش، ثم تعادل مع الشرطة وتعادل مع الداخلية. هل ممكن نلاقي بتحقول انسان عاملين مشكلة ان الزمالك الشرطة والداخلية هم اللي اقصوا المدرب؟ وارد جدا يكونوا مش واخدين بالهم، حد بره كده يجيله الكلام ده يقول لك الحق ده بيضطهدوا الزمالك، وارد يعني. بس الحمد لله هم لسه ما لعبوش الاهلي فما نعرفش النتيجة ايه، يقول لك بيعاملوا ده بمعاملة وده معاملة يعني، والله كل ده وارد يعني. بالليل أعضاء مجلس إدارة الزمالك توافدوا واتفقوا. اتفقوا على إيه؟ على إقالة حسام حسن. الأسباب هتعرفوا كل الموضوعات من عندي، يعني أنا انفردت بالموضوع ده إمبارح بالليل وخدت شوية شتيمة 100 فل و14، لكنه في النهاية الموضوع أصبح صحيحا بنسبة 100%. هما قيموا تجربة حسام حسن، أنا بقول لكم اللي حصل بالظبط. تجربة حسام حسن قالوا ان حسام بدأ امام فيتا كلاب خسرنا، انا بقول لكم داخل مجلس الادارة، وامام الهلال السوداني خسرنا، وامام النادي الاهلي خسرنا، كسبنا طلائع الجيش وتعادلنا مع الشرطة وتعادلنا مع الداخلية، قالوا بصرف النظر باستثناء الاهلي ما لعبناش مع فريق قوي، فلما بنلعب مع الشرطة والداخلية مع كل احترامنا ليهم، انا بتكلم بلسان اعضاء مجلس الادارة او مش بتكلم بلسانهم، بنقل لكم اللي دار في الحديث. ووقف رئيس نادي الزمالك على الحياد تماما. عضو واحد داخل مجلس اداره نادي الزمالك دكتور مصطفى عبد الخالق رفض تماما مبدا التغيير، قال لا مفيش تغيير، عايزين استقرار، لانه لو عملنا كده هتبقى عندنا مشكله وعندنا ازمه، خلي النادي يمشي على استقرار، وده وارد جدا واحنا لسه بقالنا مباراتين في الدوري العام فقط لا غير. نائب الرئيس المستشار احمد جلال كان ضد تغيير حسام ابراهيم بينه وبين نفسه. عارفين اغنية ام كلثوم خصمتك بيني وبين روحي وخصمتك وصلاحتك تاني؟ فكان بينه وبين نفسه على الترابيزة وافق على ده. سامر ابو الخير وهو ليس عضوا بمجلس ادارة ولكنه مقرب جدا من مجلس الادارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، هو يتمتع بعلاقة قوية مع حسام حسن وابراهيم حسن، كان ضد تماما إقالة الجهاز أو تغيير الجهاز، بل إنه تحدث مع حسام وقال له إنه الموضوع ده مش هيحصل ما تخافش، وأنا هروح وأنا ليا دلالي على المستشار مرتضى وما تقلقش الموضوع هينتهي. لما اتكلم مع المستشار مرتضى قال له اتفضل قدامك مجلس إدارة، القرار ليس قراري، قرار مجلس الإدارة. تم الاتفاق على استبعاد حسام أو قبول استقالته أو إقالته، اللفظ المهذب اللي أنتوا عايزين تختاروه اختاروه، واختيار مدرب جديد. موضوع حسام الغريب انه ما خدش وقت، وانه القصه بانت زي ما انا قلت انه كانت في كسره من بعد مباراه السوبر لحسام حسن،
لانه حسام مدرب قوي، معروف انه بيتمتع بشخصيه قويه ومدرب قوي، لكنه ما حدث في مباراه السوبر وكلام المستشار مرتضى ثم رد ابراهيم والخناقه اللي ما بين ميدو وما بين ابراهيم حسن عبر تويتر وعبر الكلام والتصريحات، كل ده عمل نوع من انواع القلق والكسره. ماشي، ايه اللي حصل بعد كده؟ ما تصعدتش نبره ان حسام يقعد، يعني كانت دايما تبقى نبره ان حسام يمشي وبعدين تتصعد نبره لا حسام يكمل. ما كانش لها طيار زي ما قلت لكم غير الدكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس اداره فقط لا غير، غير كده مفيش. الغريب ان الحوار بدا مبكرا عن من يخلف حسام حسن. البعض طرح اسماء مصريه فقالوا لا هذا وقت المدرب الاجنبي. نسيت اقول لكم كمان ان هم قالوا ان حسام بيعند مع صفقات الزمالك الجديده، والدليل انه عبد الله السيسي ما بيلعبش، الدليل ان معروف ما بيلعبش، الدليل ان دودار ما بيلعبش، وانه حتى الصفقات اللي ممكن تقعد على دكه البدلاء زي احمد عيد بيلعبها، وانه بيحرج المجلس باشراك احمد علي، واحمد علي ما ينفعش يلعب من بدايه، احمد علي او احمد عيد الاثنين ما ينفعش يلعبوا من بدايه اللقاء. احمد عيد جبناه عشان يسند الكلام اللي اتقال بالظبط، اللي اتقال بالظبط. احمد عيد ده جاي يسند مش جاي يلعب اساسي، واحمد علي يعني اختار ده الاختيار الاخير ازاي يبقى رقم واحد بالنسبه لحسام حسن. انا بقول لكم مدار بالحرف. حتى قعدوا وحطوا تشكيل، قالوا الشناوي لحراسه المرمى ويلعب علي جبر ستوبر وجنبه اسلام جمال، ويخش كوفي في وسط الملعب ويلعب حازم في ناحيه اليمين ومحمد سمير في ناحيه الشمال. احمد سمير في ناحيه الشمال، وكان في غضب جدا ان هو اشرك محمد عبد الشافي امبارح، لانه قال كان في منتهى الاحراج بالنسبه لنا كمجلس اداره انه قدر عبد الشافي اتصاب كان هيبقى شكلنا ايه، واحنا خدنا 600,000 دولار بنخلص بيها مستحقات اللاعبين، او قدر تالق وجاب 3 4 تجوان الجمهور كان هيعمل ايه في مجلس اداره اللي بيفرط في البطوله، لكنهم كان عندهم سبحان الله حاله من الرضا، قال لك الحمد لله ولعب الماتشين الشرطه والداخليه وما جبناش اجوان عشان ما تقالش يعني ان الراجل هو ايه الامل والمنى والدنيا والاحلام. كل دي حوارات داخل مجلس اداره نادي الزمالك الغير رسمي اللي كان منعقد امبارح، والحوار اللي امتد واستمرت القصه الحوار. طب يكمل، طب ندي فرصه، تدخل راي قالوا لا 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 ده هي احسن وقت دلوقتي لانه في فتره توقف، واذا كنا هنجيب مدرب اجنبي ولا بد وحتما من المدرب الاجنبي يبقى خلال 3 ايام يكون موجود في القاهره. طيب مين مصري؟ ما كانش فيه خلاف على محمد صلاح خالص، محمد صلاح مدرب عام، ونشوف المدرب الاجنبي شروطه ايه. مدرب اجنبي دلوقتي ما فيش مدرب اجنبي بيجي من غير مدرب احمال، ودي مش موضه، ده موضوع مهم جدا. طب يبقى المدرب الاجنبي عام مدرب احمال، هحكي لكم كمان قصه مدرب اجنبي بتفاصيلها حتى اللحظه دي، لانه دي اللي هيبقى فيها كلام كتير خلال الساعات القليله المقبله، وهقول لكم الاسماء اللي طرحت والاسماء اللي بتطرح عن بعد والاسماء اللي على القرب. لكن مؤكد ان الزمالك كان عنده مباراه النهارده وديها مع الشارقه الدخان تم الغائها، واللعيبه خدت شنطها وروحت، وانه حسام بعت جاب حاجاته لما حاجاته من النادي، وانه خلاص عاجل ورسمي اقاله حسام حسن من تدريب نادي الزمالك والبديل البرتغالي والالماني ده امبارح انا حطيتها بالليل. دي قلبت مصر كلها. انا اسف انا ما بحبش استعين بحاجه من عندي، لكنه هتلاقوا التوقيت بالظبط، يعني انا حطيتها يعني حوالي الساعه 2:05 لم تخني الذاكره يعني. المهم دي التوتيه دي قلبت الدنيا كلها وخدوا عليها كلام كتير، لكنه ناس كتير جدا من الصحفيين نقلوها، وفي النهايه تاكدوا انه الكلام صح، وانه الحمد لله والشكر لله ان احنا طالما بنشتغل في هذا العمل الاعلامي لابد ان احنا نحاول ان نستبق كل الاحداث، ويعني من فضل الله تقريبا اكثر من 95% من اخبارنا بتكون صحيحه لانها ما بتعتمدش على يعني الهنكره او لا، الحمد لله والشكر لله يعني. نكمل ماذا حدث داخل جلسه الزمالك امبارح الوديه وليست الرسميه ثم اليوم داخل النادي. النهارده خلاص بقى في استقرار على محمد صلاح، كان عنده استوديو تحليلي قالوا له تعالى من الاستوديو التحليلي، وكان جاي وبعدين عرف ان المباراه اتاجلت، فحصلت محادثه بينه وبين رئيس نادي الزمالك قال له خلاص خليك في شغلك
وظبط بقى نفسك عشان من بكره تعمل ايه، هتجيب مين معاك، تمشي مين، والحدوته بالشكل ده. فهو لسه محمد صلاح ما استقرش، هيجيب علاء عبد الغني، في كلام الشيشيني، في كلام مدحت عبد الهادي الاداري، في كلام حماده انور، في كلام سيد متولي، يعني في كلام كتير. نيجي قصه المدرب. المدرب في صراع ما بين اتنين، منير حسن عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق وعضو النادي الحالي، وهو والد شريف منير حسن عضو مجلس اداره، وبين محمد شيحه اللي عمل معظم صفقات الزمالك السنه دي. محمد شيحه بيؤكد ان هو وكيل دوراتي زي ما انت عايز. ده كلام محمد شيحه. المدرب بيقول لك لا، انا كنت موكله في موضوع النادي الاهلي وخلاص الموضوع انتهى وخلاص فوضته، وما اتفقناش انا والنادي الاهلي على هذا الامر، فبالتالي خلاص، لانه كان في خلاف على الفلوس وعلى المساعدين بعد ما الراجل جه مصر وقعد مع الكابتن علاء ابو صادق والاستاذ محمد عبد الوهاب، لان حد طلع كذبني في هذا الخبر، كان الاستاذ خالد مرتجي، وانا اكدت له بالادله وبالاثباتات، كان قاعد في فندق ايه في التجمع، واتقابل معاهم ازاي، وراح فين وجاب منين، وكل الكلام ده، ونفس الامر بعد كده جه لجريده. المهم منير حسن بيمشي في سكه دوراتي او في سكه مدرب تاني، وشيحه ما فيش مشكله عنده دوراتي، بس هو بيقول لك انا وكيل اللاعبين او وكيل يعني اعمال المدرب، وده حقي. فنادي الزمالك عشان يخلص من المعضله دي فجاب خالد رفعت مدير التسويق، قال له تولى انت هذا الملف. خالد رفعت مش هيقدر يجيب مدرب دلوقتي، لا هيقدر يجيب مدرب دلوقتي، اما منير حسن اما محمد شيحه بوضوح شديد جدا. فهو هيوفق راسين في الحلال، وممكن يكونوا ثلاث روس كمان، افهموا زي ما انتوا عايزين بقى، دي طريقتكم انتوا يعني. هيوفق الروس في الحلال ونتفق ونتراضى. بس الزمالك يا جماعه في ازمه، والزمالك محتاج دلوقتي انه يجي له مدرب. وبالتالي خلال ساعات طرح اسم كامبوس المدير الفني البرازيلي السابق لفريق الهلال السوداني. واحد بس وافق والباقيين راحوا قالوا لا، ده راجل نتائجه ضعيفه جدا وسيئه جدا، ما ينفعش. طرح اسم مكيدة مدرب الاتحاد السكندري السابق الاسباني، بيدرب في السعوديه عامل شغل كويس. طرح اسم دينيس لافاني المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السكندري. طب هيبقى ايه الفيصل؟ الفيصل في علاقه الاثنين الوكلاء منير حسن ومحمد شيحه باي من المدربين اللي هيجوا. مجلس اداره الزمالك بيفضل ان يكون مدربا له علاقه بالكره المصريه، لانه مش عايزين يضيع وقت وبعد كده يجي يشتغل. لكن المؤكد ان محمد صلاح بكره سيقود تدريب نادي الزمالك. طب ماذا عن الاداريين؟ الاسم المرشح بقوه كابتن اسماعيل يوسف مديرا للكره، او على غرار قصه علاء عبد الصادق رئيس لجهاز الكره. لكن ده هيصطدم باللي قرره مجلس اداره بانه ملف كره القدم هيبقى المتحدث الوحيد فيه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. طيب هل اللي قرروا تجربه الاهلي ما بين المهندس محمود طاهر والكابتن علاء عبد الصادق، طيب بين المستشار مرتضى والكابتن اسماعيل يوسف، ولا صعب؟ انا شايف صعب. هل اسماعيل موافق انه يجي تحت مسمى رئيس الجهاز؟ طبعا. مدير الكره مش هيمانع. طب ده يتوقف على ايه؟ يتوقف على المدرب القادم، اذا كان المدربا مصريا او اجنبيا. اجنبي مش هيبقى عنده مشكله في قصه مدير الكوره او رئيس جهاز الكوره، مصري هيبقى فيها كلام، هيبقى فيها نقاش. طب لو قفلت في المدرب المصري، في المدرب الاجنبي، كل دي اسئله عندكم، هيحصل ايه؟ خد واحد حلمي طولان، اتنين ميدو، خد تاني واحد ميدو، اتنين حلمي طولان، بوضوح اهو. طب محمد صلاح، محمد صلاح سبق له العمل مدربا عاما مع ميدو، مش هيبقى عنده مشكله. طب محمد صلاح مع حلمي طولان مشكله بوضوح شديد، يبقى مين فرصه اكبر؟ يبقى ميدو لو كان مصريا تاني. ليه؟ لان محمد صلاح سبق له ان قبل العمل مع ميدو مدربا عاما وقال لك ده نادي الزمالك. طب ليه مش مع حلمي طولان؟ طالما الراجل موافق محمد صلاح ما عندوش مشكله. المشكله حلمي طولان بيتحرك بفريقه بجهازه، ما بيعرفش يتحرك لوحده، يتحرك بجهازه. لكن حلمي طولان اسم مفضل لدى المستشار مرتضى منصور، و
عند اعضاء مجلس الاداره، لكن تجربه ميدو قد يستعيدوها مره اخرى، لكنه بنسبه 99.9999% ولا من 1000 المدرب اجنبي. هذا يتوقف على التراضي ما بين شيحه ومنير حسن، يتوقف على المجهودات التي سيبذلها خالد رفعت اليوم للوصول الى اتفاق، وتاكدوا ان هم هيتفقوا. تاني اهو، تاكدوا ان هم هيتفقوا، ما عندهمش مشكله خالص. اصل ده شغل. طبعا هيطلع الكابتن منير حسن يقول نادي الزمالك وبيتي، مفيش مشكله، بس شغلك مفيش فيه عيب. حتى لو كان ابنك عضو مجلس اداره مفيش فيه عيب خالص. ده شغل، هو الراجل شغلته وكيل لاعبين، وشيحه شغلته وكيل لاعبين. وكيل لاعبين ده يا جماعه زي ما انا يكون عندي قلم كده بحاول اسوقه، ولا بدله ولا كرافته ولا باترينا. وكيل لاعبين ده هو الباترينا اللي بتعرض سواء اللاعب او المدرب. حتى المفروض الاسم يتغير، بس اسمه هو اسمه ايجنت، اسمه وكيل، احنا بنكملها وكيل لاعبين. هو وكيل رياضي، ممكن يجيب مدرب باسكت، ممكن يجيب مدرب فولي، ممكن يجيب مدرب كوره، ممكن يجيب اداري، اي حاجه يعني. فبالتالي اعتقد ان الدنيا بتسير في اتجاه انه بكره، النهارده ايه في يوم ربنا؟ النهارده الاربع، الخميس، معلش انا متاسف، النهارده الخميس، السبت هيكون في مدرب في الزمالك. طيب محمد صلاح واخد مين معاه؟ واخد ايمن طاهر لحراسه المرمى، ده موضوع محسوم. محسوم، ما تتكلموش في الموضوع ده. طيب محمد صلاح برضو ذكي، عايز يعمل جو جديد، فاطرح بقوه اسم سامي الشيشيني. فصلاح راح رامي اسم علاء عبد الغني. علاء عبد الغني كان لون جرات القصير الاسمراني الجميل ده، هو مدرب ناجح في قطاعات الناشئين على فكره، عامل شغل كويس، وتم تسكيت اسم علاء عبد الغني من كثير من اعضاء مجلس اداره. اذا ممكن بكره في تمرين نادي الزمالك لا محمد صلاح ومعاه علاء عبد الغني ومعاه ايمن طاهر لحين الاستقرار على مدرب اجنبي. طب جه مدرب اجنبي هتبقى في ازمه. ليه؟ لانه هيجي مدرب يعتبر هو المدرب المساعد الاول بتاعه هناك. طب ازمه ليه؟ ما هو في الاهلي، الاهلي احمد ايوب لسه جديد، فعايز يتعلم، ما عندوش مشكله يتقال عليه مدرب عام. على فكره مفيش غير في مصر مدرب عام ومدرب غرق ومدرب بيتعلم العوم، كل ده بس موجود في مصر. لكن في بره اسمه المدرب والمدرب المساعد ومش عارف المدرب الثاني ولا حاجه كده، او كذا مدرب مساعد يعني. الا عندنا مش كنت تعلمني العوم، ده موجود في مصر بس عشان حضرتك تبقى عارفين. ده السيناريو اللي داخل نادي الزمالك حتى الان. ماذا سيحدث بعد ساعه؟ الله اعلم. جلسه مجلس اداره اللي اتعقدت النهارده طلعوا بيها بالقرار ده، محمد صلاح هيشكل جهاز غالبا علاء عبد الغني ايمن طاهر. الاداري الصراع، استاذ مرتضى منصور رئيس النادي عايز سيد متولي، بس هو محيد نفسه شويه في الموضوع ده، وباقي الاعضاء شايفين ان حماده انور شاطر جدا وكان عامل نجاحات كبيره جدا، وهو ملوش تصويت حسابات مع حد، عكس ما حد يعني ادى فيه سفين عند رئيس النادي سيد مرتضى منصور، فتم استبعاده. لكن كلهم بياكدوا انه اداري شاطر وفاهم وعارف، وانه مخلص في شغله وفي عمله، ومخلص نادي الزمالك، وهذا هو الاهم. ايه الخطوه اللي جايه؟ او امتى الخطوه اللي جايه؟ محدش عارف. هتحصل ازاي؟ طيب اذا حصل خلاف ما بين حماده، ما بين سيد متولي مثلا وحماده انور، ممكن يطرح اسم ثالث زي هاني عباده مدير الكره في الشرطه مثلا. كل ده ورد. خلينا كمان نروح لليقين اكتر، معانا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. مساء الخير يا سياده المستشار. خير يا كابتن. ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ لسه راجع والله. راجع من السعوديه ولا منين؟ معرفش، كنت في النادي لسه راجع. شوف بس الحمد لله على السلامه. كنت بتقول لي بس قول لي. قول لنا 1 2 3 4 قصه الجهاز الفني. الاول الالتراس البلطجيه خدوا 45 يوم امبارح حبس. وده زي ما قلنا الدوله رجعت تاني. دي في قضيه الشروع في القتل يا فندم؟ واقتحام النادي. واقتحام النادي تمام. خلاص. طبعا الولاد التانيين بتوع الشبرا نفس القصه، وبرضه بقول لهم لكل اولياء الامور فين البلطجيه، فين سيد مشاغب واحمد جودزيلا وطارق مساكن، كل دول مختفين لسه. نعم، كل دول هربانين، لابسين طرح وهربانين. لا تاني، لا لابسين، اللي عاملين رجاله لابسين طرح وهربانين وسايبين العيال بقى
ها اللي ضحكوا عليهم، بس ما اعتقدش مش هيقدروا يضحكوا على حد تاني لان العيال دي خدت درس قاسي جدا جدا جدا. تمام، نرجع بقى لسؤالك. اه اتفضل. الجهاز الفني بكل ادب واحترام، نعم، وبالتوافق وجهنا الشكر لحسام وابراهيم وجهازهم. ايوه، ومفيش مشكله اصلا. هم تفهموا الموقف ودول يعني ناس بيحبوا نادي الزمالك، مفيش اي مشكله. الاتفاق تم على ان في مدير فني اجنبي جاي. في عندنا دلوقتي حوالي 5 سير مش مستعجلين يعني، لان احنا حطينا مدرب عام هيبتدي يشتغل من الواد من بكره، محمد صلاح. محمد صلاح. فعندنا المدير الفني عندنا سير لناس من مدربين البرتغال ومدربين المان ومدربين فرنسيين، واخد بالك؟ فوضنا الاستاذ خالد رفعت لان احنا مش هنسمح بسمسره وعموله في مجايب المدرب. وعندنا وقت لسه قدامنا، محمد صلاح هيبقى مدرب عام. ومعاه مؤقتا علاء عبد الغني مدرب مساعد، وايمن طاهر. ايمن طاهر مدرب حراس مرمى. طيب سؤالي، هل الوقت يسمح ان الزمالك يستنى كتير لحين حضور مدرب اجنبي؟ بقول لك يا كابتن، نعم والله العظيم العمليه ما كيمياء. طب ما بقول لك ايه، انا قلت لهم النهارده فوضوني. يلا قول. اقسم بالله وقعدت برضه عملت لهم التشكيل والتغيير. تمام. القصه مش كيمياء وببلاش. بلاش خالص، ده بقى انا بدفع. خلي بالك عمال ادفع في النادي ان شاء الله. بس هتاخد مين جهاز معاون معاك لو مسكت مدير فني؟ لا بجد والله يعني. طب قول لي. شوف احنا بس عايزين انا بتكلم بجد المره دي والله. طيب لان انا عندي معلومه من الكابتن سمير محمد علي. عارف سمير محمد علي طبعا؟ طبعا، سوداني مصري. تمام، ان في سحر اسود معمول. تمام، وده موجود مذكور في القران. فاحنا برضه هنقول للكابتن سمير، من فضلك يا كابتن سمير، ما دام انت عرفت ان في سحر اسود في كلنا، ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني طبعا زي ما قلت لك، بالتوافق مجلس اداره النهارده بالاجماع قرر توجيه الشكر لحسام ابراهيم. وما فيش نصيب يعني، انت عارف الكره احيانا بتقف. واخد بالك؟ بالنسبه للمدير الاداري، انا سامعك بس في الدقيقه اول ما جيت بتتكلم عن سيد متولي. لا، سيد متولي بره، هو شغال في الجهاز بتاع الناشئين خلاص. حماده انور؟ حماده انور، انا اللي اقترحت حماده انور. كويس، وكان طبعا مفاجاه للمجلس ان انا بقترح حماده انور. لان معروف حماده انور علاقته بممدوح عباس واسره ممدوح عباس. حتى لما بعض الاخوه الاعضاء قالوا لي الكلام ده، قلت انا عارف، انا يهمني حاجه واحده، كفء في المكان ده ولا مش كفء؟ تمام، كفء يا سلام، يتفضل. قصه ممدوح عباس او كمال او اي اسم، خلاص قصه منتهيه. تمام، وانا رئيس النادي دلوقتي. مش هشغل بالي بقى باللي فات خلاص. تمام تمام، قلت لهم لو حماده انور يعني هو كفء، اتفضل ما عنديش مشكله. كويس، لانه في ناس كتير شكرت فيه. طيب يبقى الجهاز المؤقت حاليا محمد صلاح، علاء عبد الغني، ايمن طاهر، حماده انور، او هاني عباده. او هاني عباده بالظبط. تمام، زي ما انا قلت. طيب خليني اقول لك مين اللي بلغ حسام حسن بقرار الاستغناء عنه او توجيه الشكر ليه؟ الاستاذ المستشار احمد جلال. انت كنت على الحياد في الموضوع ده ولا كنت؟ لا انا كنت على الحياد فعلا يعني. على الحياد؟ طبعا. يعني انت ما طلبتش باقاله الجهاز الفني لان كان ليك تصريح شهير، حتى لو هبط الزمالك الى القسم الثاني سيبقى حسام ابراهيم. انا عندي مجلس اداره. خلي بالك. مجلس اداره بجد مش هزار يعني. مجلس اداره بيتكلم وانا بس عايزك والنبي النهارده بعد ما تخلص تعالى شوف النادي بقى النهارده بقى عامل ازاي. النهارده بعد ما النجيله الصناعيه اتعملت في كل الجناين، مجلس اداره شغال، كل واحد ماسك جزء، كل واحد ماسك قطاع، واخد بالك؟ واحمد سليمان في امريكا بناخد رايه، واخد بالك؟ بناخد راي كل الناس. وعلى فكره انا بتبع نظام القضاء، ان اسمع الصغير الاول. يعني النهارده المحكمه تيجي عشان تبقى عارف، او جناح مستانف بكون دايره ثلاثه، يستمعوا لعدو رئيس الدائره، يستمع لعدو الشمال الاول وبعدين عدو اليمين. ليه؟ لان ممكن لو سال اليمين الاول لا ده الشمال يتاثر بيه. بياخد راي الصغير الاول. الناس كلها قالت رايها. طبعا زي ما قلت لك مفيش مشكله بيننا وبين حسام وابراهيم. هل في شرط جزائي يا فندم ليهم؟ لا، ما هو يعني مش عايزين نتكلم في العقد، لان العقد مفيش مشاكل. العقد فيه مشاكل؟ مفيهوش مشاكل خالص خالص خالص. لا يعني مالهمش حق في شرط جزائي الاثنين؟ ما عنديش مشكله معاهم خالص. يعني حتى لو ليهم شرط جزائي هياخدوه؟ طب ايه 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 حيثيات اقاله حسام ابراهيم يا فندم؟ والله إيه، يعني برضه في ناس اتكلمت ان احنا لعبنا حوالي 6 مطوشه، فيتا والهلال ومازيمبي والاهلي، ادي 4 تقريبا مش كده؟ نعم. والشرطه والداخليه والجيش. اتعادلنا في 2. وبرضه في ناس اتكلمت يعني في لعيبه دلوقتي
هو انت اشتريت طارق حامد ليه؟ عشان يبقى بره؟ اشتريت عبد الله السيسي ليه؟ عشان يبقى بره؟ معروف دي ودار يعني، حتى اللعيبه اللي انت جايبهم انا ما هو مش هيلاعب طبعا ال 18 لاعب تمام، لكن في حاله تذمر بين اللعيبه واخد بالك؟ ده بالاضافه طبعا انه الحظ مش ماشي و... يعني مش عايز اتكلم في تفاصيل فنيه كتير عشان بس بدخل فنيات، لكن هو خلاص النصيب كده، وفي رغبه اكيد من الاول ان كان يجي مدير فني اجنبي، لانه الزمالك والاهلي لا يصلح لهم الا مدير فني اجنبي، لا عارف ده مين ولا بيحب مين ولا بيكره مين، ده مدير فني اجنبي، وما حد بيفهم في الكوره اعتقد محمد صلاح كوير. يعني طيب. اعتقد انت تتفق معايا محمد صلاح طيب من المدربين اللي هم بيفهموا في الكوره. اكيد. من سيتحمل راتب المدرب الاجنبي؟ والله راتب مدرب اجنبي في حد احنا حاطينه زياده، انا ما يعني بتقلقش انا بتحمله. يعني لن تتحمل خزينه نادي الزمالك راتب المدرب الاجنبي؟ لا، في حد احنا حاطينه، حد انا بحسب حد شخص، انا متاسف، في يعني مثلا رقم بالزبط. ثم في حد من رجال اعمال ممكن، او انت رئيس النادي بالزبط. تتحمل. طيب سؤال كمان، امتى متوقع وصول المدرب الاجنبي؟ والله هو كان في مدرب هيوصل خلال 48 ساعه، لا دوراتي. تمام، لكن احنا قلنا احنا عندنا وقت ما دام مدرب عام وعارف اللعيبه قبل كده اشتغل معاهم، مش مستعجلين واخد بالك، لكن عايزين يعني مدرب، هو الراجل ده كان ميزته انه عارف لعيبه الزمالك، لما حصل حوار معاه انه شايفهم ومتابع الدوري المصري واخد بالك، لكن احنا مش عايزين واحد يعني، هنشوف واحد واثنين وثلاثة واربعة. هتقارن بين السيفيهات؟ لا احنا مفوضين خالد رفعت. لا يعني خالد رفعت هيقعد ويعرض على المجلس بالظبط كده. تمام، مفاوضينه سيادة المستشار هيعرض في خلال قد ايه؟ ثلاث ايام بكتير. يعني النهارده الخميس يبقى يعني جمعه. خالد دلوقتي قاعد بصفته مدير التسويق، يشوف السيره الذاتيه لكل مدرب، ومين اللي قاعد دلوقتي، ومرتبه يتمشى بقدر المستطاع مع امكانيات النادي واخد بالك، دي خلاص احنا فوضنا خالد رفعت عشان نبعد عن السمسره والعمولات والكلام ده. كويس. هل بالفعل رفضتوا اسم كامبوس البرازيلي بعد ما تم عرضه امبارح؟ كامبوس المدرب البرازيلي كان بيدرب الهلال السوداني، يعني لما اتعرض بعض قالوا نتائجه سيئه جدا. لم يعرض اصلا كامبوس. اسم كامبوس ما اتعرضش اصلا. في واحد رمى اسمه امبارح. فين؟ يعني في القعده. ما قعدناش امبارح. على فكره قعده امبارح انا وهاني زاده كنا قاعدين نتعشى في البلكونه، وجالنا احمد مرتضى وشريف منير يتعشى معانا، بنقعد كل يوم نتعشى هناك، لم يعرض الاسم ده اصلا. مين كان صاحب فكره الاستغناء عن حسام؟ تقريبا المجلس. المجلس برئيسه ولا المجلس من غير رئيسه؟ لا تقريبا المجلس برئيسه. رئيسه بيتكلم في الاخر. والراي ده كان على هواك؟ انت عارف انا بحب حسام ابراهيم جدا. نعم. بس انا قلت قبل كده بس بحب الزمالك اكتر. طيب خليني برضو اسالك، هل مش خايف انه مع تغيير بعد ثلاث مباريات ممكن ده يسبب انهيار لفريق الكره هذا الموسم ايا كانت كفاءه المدرب اللي جاي؟ شوف انت عندك مناسبه ان دي احسن فرصه لو عايز تغير، انك عندك حوالي 20 يوم توقف. ادي واحد. اثنين، انت لسه في بدايه الموسم والولاد لسه يعني طالعين من فتره اعداد. نمر الثلاثه، اللي يعمل قرار باعاره عبد الشافي يبقى ما بيخافش من حد. كان عندكم حرج امبارح باشراك عبد الشافي في اللقاء؟ جدا جدا طبعا. طبعا. لكن انا يعني انا طلبت وراجعت حسام ابراهيم ان بلاش محمد عبد الشافي يلعب. لسبب بسيط جدا، فلوسه جت الصبح. بقاش ملكنا. نعم. فيحصل له اصابه وكلمني سمو الامير، فقلت له لا مش هيلعب. خلاص دام فلوس جت معايا، انت راجل عملت عقد، انا مضيت العقد وهو مضى العقد. وفلوسنا جت. واخد بالك؟ لكن لما صمم كابتن ابراهيم قلت له انا طبعا من قلت قبل كده اللي بيتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. فانا يعني حسبتها جابي من نفسي، قلت لا قدر الله حصلت هزيمه او تعادل هيقولوا مرتضى عشان عبد الشافي هو اللي كان هيجيب فعبد الشافي لاعب والتعادل برضه. لكن انا طبعا يعني متضايق جدا طبعا انه هل ده كان ليه يعني سبب في اتخاذ قرار باقاله حسام ابراهيم؟ ده جزء طبعا ده جزء. لا طبعا. طيب ده جزء. خلينا اخدك بعيد عن القصه دي، محكمه عبدين رفضت القضيه اللي حضرتك كنت مقدمها وقالت عدم الاختصاص. يا فندم المحكمه ما رفضتش. ايوه يا فندم. المحكمه ودتها لمحكمه القضاء الاداري المختصه يوم 18
18 اكتوبر وفي قضيه تانية في نفس المحكمه في دائره تانية ضد العيال الساعه البلطجيه دول وكل الافراح اللي هم عاملينها دي لمؤاخذه دي قال هيفا تافهه ومصيرهم السجن تاني مصيرهم السجن وانت شايف تجديدات 15 في 45 في 45 خلاص ما عادش فيها هزار مع عصيه بلطجيه قصه انتهت. والنهارده على فكره هو بقول الجمهوري ده المحترم المحترم مش البلطجيه مش اللي بيقتحموا الجمهور اللي انت بتشوفه احمد كل يوم واخد بالك اللي بيبقى قلبه على الاهلي بجد اللي ما بيقتحمش ويحرق النادي خلاص. لما مرتضى منصور يتنازل عن شكواه ضد باسم فنزلت رسميا النهارده يا فندم؟ انا من الصبح راح وانا كلمت جمال علام انا اللي كلمته كلمت احمد مجاهد وكلمت محمد عبد الوهاب وعلاء علاء الاخ علاء علاء مقلد علاء لا علاء صادق علاء, علاء عبد الصادق صادق كلم علاء مقلد مقلد الصبح قال له يا استاذ مرتضى خلاص ما تكلمنيش في حاجه هو خلص اصلا لا يعني في ورق رسمي يا فندم راح لاتحاد الكوره؟ يا فندم اتحاد الكوره استلم جواب رسمي من نادي الزمالك اليوم صباحا الصبح النهارده بالتنازل عن الشكوى ضد باسم علي لا بنؤكد بالثاني تنازلنا عن شكوانا ضد اللاعب فلان الفلاني تمام لاعب النادي الاهلي تمام حتى نؤكد العلاقات الطيبه بين فريقين كبار كان مكتوب النص انا اللي كاتب تمام وبنقول لاتحاد الكوره من فضلك احنا تنازلنا وسحبنا شكوتنا خلاص واتصرف على ضوء صاحب الشكوى ده بيقول للولاد المتعصبين او بعض الاعلاميين يعني في ولد امبارح طلع في برنامج كده تمام هيدنه زي ما هو اقسم بالله قزم يقول لك ايه هو عمل كده عشان عايز يعمل نفسه جدع ايه ده هو انت لما تعمل تصطدم بالنادي الاهلي لاسباب بقى حقيقيه او غير حقيقيه تتشتم لما تعمل مبادره محترمه مع النادي الاهلي بقيت انا عايز اعمل جدع لا انا جدع غصب عنك الواد اللي قال الكلام ده انا جدع غصب عنه لكن انا بيني وبينك يعني الاستفزاز اللي عمله امبارح ده بس انا قلت ايه ده مين ده ولا لازم ولا ليه قيمه لا هتنازل لان اديت كلمه ولما محمد عبد الله كلمني دي خطوه موفقه تحسب لك تحسب لمجلس الاداره وتقفل احتقان كان ممكن يبقى متواجد بالظبط كده الفتره المقبله دي حاجه جميله. طيب ارجع تاني لملف كره القدم سياده المستشار مش خايف على الفريق السنه دي مش خايف النتائج تهتز تغيير بعد ثلاث مباريات في مسابقه الدوري العام شايف ده كان تغيير مستعجل جدا يا فندم؟ والله انا شايف ان باذن الله ان شاء الله انا متفائل الزمالك ان شاء الله باللعيبه دي هياخدوا الدواء ان شاء الله يا عم خلينا بقول لك خلينا ادربهم انا كل شيء اقول لك خلينا ادربهم طب بالدولار ولا باليورو ولا بالعسل؟ يا عم عايز دولار ولا تاني يا عسل يا احلى اللي عايز منك عسل ولا عايزك انا عايزك تورسيني بالظبط كده هل هتبقى انت المشرف على كره القدم يا فندم؟ نعم هتبقى المشرف على كره القدم؟ اقول لك حاجه النهارده برضه سر من الاسرار ايوه النهارده الدكتور حازم ياسين تعرف راجل محترم طبعا قال لي حضرتك احنا مفوضينك بصفتك رئيس لجنه الكوره تمام؟ قلت له يا فندم رئيس لجنه الكوره ايه يا فندم؟ يا عم تفوتي من قصه لجنه الكوره دي المجلس كله بيجتمع بناخد راينا مع بعض ده قافت يعني ممكن تلاقي لجنه الكوره تنفع في الاهلي بس ما ينفعش في الزمالك فانا طبعا رافض ابقى رئيس لجنه الكوره واداره الكوره ولا الكلام ده يعني كفايه الهموم اللي عند الواحد مش هتحط حد من المجلس بس انا عارف انت المتحدث الرسمي في موضوع المدرب الاجنبي لحد ما تنتهي القضيه دي مش هيبقى لك علاقه بفريق الكوره بعد كده خالص خالص انا يا اخي انا وصلت لمرحله ما بروحش المطوشه خليني اسالك سؤال انه فرضا ما عرفتوش تصل الاتفاق مع مدرب اجنبي فرضا وارد مش كده برضه 1% ماشي هتجيب مين مصري مستر مرتضى طيب بعيدا عن مستر مرتضى منصور هيبقى برضه مستر مرتضى طيب لا بجد مستر مرتضى بتتكتب بانجليزي كويس طيب ماشي وانت شكلك خواجه كمان بالظبط كده طيب محدش هياخد باله واخد بالك بس زي ما تميم لما لبس بدله وراح الامم المتحده في يوم ما كنت مع احمد استاذ احمد موسى قلت له يا تميم فاكر لما تلبس البدله والكرافات مش هعرفك ما انت برضه ابن موسى انا اعرفك برضه طب خليني اسالك لو فعلا المفاوضات توقفت لسبب ما او لاخر مع المدرب الاجنبي مين هيبقى مصري المدرب الاجنبي لا وارد لا 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 خلاص يا عم خدنا على قد عقلك لن يستبدل حسام حسن بمدرب مصري يعني ميدو فرصه ايه لن يستبدل تاني لن يستبدل مدرب اجنبي بمدرب مصري لن يستبدل حسام بمدرب مصري مدرب مصري يعني حسام بمدرب مصري خلاص الموضوع محسوم يعني خالص والا ما عملناش حاجه والا تبقى ما عملتوش حاجه بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تقريبا كل اللي حكيته لكم تقريبا كل اللي حكيته لكم
يعني اعتقد من فضل الله سبحانه وتعالى ما في معلومه فيها نص في المية غلط تقريبا يعني. وعلى فكره اسم كامبوس طرح حتى انا اساله مين كامبوس، لا لا ايه اللي بيقلب ما ينفعش كده على طول بالحر يعني كامبوس، لا 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 ده مش قد الزمالك. يلا غيره مين؟ دوراتي المدرب البرتغالي كان رجله اليمين في نادي الزمالك الصبح، وبعدين رجعوا ناس قالوا نترايش شويه عشان قصه العمولات بس من غير ما تتعبوا قلبكم عشان قصه ده دوراتي. اشكركم فريق الاعداد وفريق الاخراج شكرا جزيلا، واقول لكم من هو باولو دوراتي المرشح بقوه لتدريب نادي الزمالك. باولو خورخي ريبيلو دوراتي مولود في 6 ابريل 1969، هو كان يلعب في مركز المدافع، لعب الانديه بوافيستا، ليريا، سالجوريس وماريتومو، عاد في النهايه لنادي يونيا ولعب كمان ليريا قبل الاعتزال. اعتزل وهو عنده 34 سنه، بعد الاعتزال مباشره بدا دورات تدريبيه واشتغل مساعد في فريق ليريا لحد موسم 2006 2007، بعد كده بقى مدير فني للنادي. اول موسم عمل نجاح طيب جدا لانه فريق صغير وخد بيهم المركز السابع وقعد 23 مباراه. 2008 رحل الى بوركينا فاسو حقق نجاحات كبيره جدا، تولى المنتخب هناك قعد 4 سنوات متكامله حتى 2012. جاله عرض قوي جدا من الجابون وضرب المنتخب الجابوني من 2012 حتى 2013، لكنه نجاحاته كانت محدوده شويه هناك وساب المنتخب الجابوني ورفض كثير من العروض. ده مشواره في التصفيات مثلا مع الجابون مع بوركينا اللي حضراتكم بتشوفوه. يعني اخر مدرب قام بتدريبه الجابون كسب معاه بنسبه 32%، خسر 43%، تعادل 25%، خرج من تصفيات المونديال. مجموعته كانت بوركينا والكونغو والنيجر، طلع في المركز الثالث. ليه اسم جيد في القاره الافريقيه؟ هو شخصية مقاتلة وبرتغالي بمعنى الكلمة. يعني ايه برتغالي بمعنى الكلمة؟ دؤوب نشيط بيحب شغله جدا، حريص على انه يعني يتقرب او مش يتقرب، يبقى في علاقة طيبة بينه وبين اللاعبين، ما بيهموش الظروف. يعني اشتغل في بوركينا لما كانت الظروف صعبة، اشتغل في الجابون الظروف كانت صعبة. مدرب نشيط وحيوي وليه زي ما بيقولوا كده ليه طله، يعني ليه شخصيه. خبراته منتخبات مدياله قوه، خبراته كمان في الدوري البرتغالي مش كتيره قوي، لكنه طلع بسرعه على المنتخبات الافريقيه. هي قصته الاكبر، قصه نجاحه الاكبر كانت مع المنتخب البوركيني، منتخب بوركينا فاسو، وهي خد بيه مراكز متقدمه ونافس بيه على الصعود لكاس العالم وعلى بطوله الامم الافريقيه. وزي ما قلت لكم هو كان المرشح الاقوى لتدريب المنتخب الوطني. مش انه قاعد بقاله سنه ما بيدربش انه مدرب سيء، ما جوزيه مثلا بقاله سنه ما بيدربش، يعني طبعا مع فرق السن وكل حاجه، لكنه هم بيجي لهم عروض في دول بيحبوا يدربوا فيها، دول ما بيحبوش يدربوا فيها. زي ما بقول لكم هو كده ودود، يعني شخصيه ودوده ولكنها قويه، يعني ما بيحبش حد يتدخل في عمله، شخصيه مش شرس بمعنى الشراسه اللي الناس تفهمها. بصوا حضراتكم تحس انه لسه لعيب كوره. دي نتائجه الممتازه مع الريا في الدوري البرتغالي، زي ما حضراتكم شايفين بيلعب معاهم في التدريبات على الخط، ما بيهماتش، يعني عنده كوره وعنده شخصيه وعنده علاقات طيبه مع اللاعبين. ده تقريبا ملخص دوراتي اللي ما زال المرشح الاقوى حتى الان، بشرط انه خالد رفعت مدير التسويق ينهي الاتفاق مع منير حسن ومحمد شيحه، او هو لو عنده علاقات بحد ممكن يبقى موجود. والمستشار مرتضى قال لكم امبارح بالليل كان هو المدرب، امبارح بالليل كان هو المدرب، بس حد تاني طرح اسمه مدرب الماني ولا، لكنه انا اتصور ان قد يكون هو الاقرب حتى هذه اللحظه. باولو دوراتي لتدريب المنتخب، تدريب نادي الزمالك. بس انا طبعا بخبرتي اقدر اقول لكم انه هذا التغيير سيضر بنادي الزمالك، مش حكايه ان حسام خلاص، دي وجهه نظر مجلس اداره، حسام لم يوفق، وانا بحاول اجيب حسام او ابراهيم على التليفون لانه لازم يوضح وجهه نظره. تليفون الكابتن حسام مقفول، يا ريت يكون سمعنا ويفتحه. شوف لنا الكابتن ابراهيم مثلا او حتى الكابتن طارق سليمان لو عايز يرد، لانه لازم حد منهم يطلع يوضح وجهه نظره.
ما سمعته ان حسام هيصدر بيان عما حدث معه في فترة توليه نادي الزمالك. قولوا لنا حسام مسك يوم ايه ومشي يوم ايه، لانه اعتقد دي اقصر اقصر مدة تولى فيها حد تدريب يعني في نادي الزمالك، يعني ما لحقش اظن حسام ما خدش شهرين، يعني اعتقد ما كملش شهرين في تدريب نادي الزمالك. بس حسام حسن الحقيقة يلام بعنف وبشدة انه ترك تدريب منتخب الاردن. حسام كان بيحظى برعاية وعناية من الملك شخصيا، ملك عبد الله يعني، وكان الامير علي شقيق الملك ورئيس الاتحاد الاردني وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ونائب رئيس الاتحاد الاسيوي كان محتضن حسام تماما، لدرجه انه مباراه اوروجواي الفاصله في تصفيات كاس العالم للصعود الاردن خسرت 5 في ملعبها، وراح الامير معاه الى اوروجواي وتعادلوا هناك 0-0. عندما عاد حسام حسن وجد على سلم الطائره الملك جلاله الملك عبد الله في مقدمه مستقبليه. دي كانت امور لازم يحسبها حسام بعنايه شديده جدا قبل اتخاذ الراي. يعني بالظبط حسام وابراهيم قعدوا شهرين بالظبط من 1/8 ل 1/10، شهرين بالتمام والكمال. دي يمكن لقطه لابراهيم وهم كانوا واخدين احدى البطولات او حاجه، او بعد الفوز باحدى المباريات او ساعه توقيعهم لنادي الزمالك. ادي مشوار حسام وابراهيم مع نادي الزمالك منذ التوقيع وحتى الرحيل. يعني حسام كان بالفانيلا رقم 9 في نادي الزمالك، وعلى فكره حسام عمل شغل كويس قوي مع نادي الزمالك كلاعب، حقق بطولات عديده جدا وسجل اهداف كثيره جدا، وما كان احد يتوقع على الاطلاق انه حسام حسن بعد صولاته وجولاته وانجازاته مع النادي الاهلي واهدافه اللي بالجمله انه كان ممكن ينتقل الى الزمالك. كان في وجود كمال درويش رئيس النادي السابق واسماعيل سليم نائب الرئيس، وده طبعا شقيقه ابراهيم حسن، بنقول حسام ابراهيم على طول، وكان السيد محمود معروف، وكان ايضا هاني زاده، كل دول كانوا في عضويه مجلس اداره. وكان مهندس انتقال حسام ابراهيم الى الزمالك كان الاستاذ محمود معروف الصحفي، هو كان صاحب الفكره وصاحب الاختراع. وعلى فكره سر ما اعرفش انتوا عارفينه ولا لا، انه استاذ محمود معروف عمل نفس القصة مع الكابتن طاهر ابو زيد لما النادي الاهلي استغنى عنه، وكان طاهر ابو زيد قريب جدا من الانتقال الى نادي الزمالك. والقصة دي اللي حكاها لي استاذ محمود معروف على فكرة، حدش حكاها لي، هو اللي حكاها لي، ولكن حصل خلاف داخل مجلس الادارة وتأخروا قوي على الكابتن طاهر، وناس قالت وناس قالت لا، فحصل نوع من الغضب والضيق والزهق عند الكابتن طاهر ابو زيد، وبالتالي لم ينتقل الى نادي الزمالك. القصه دي على ذمه الاستاذ محمود معروف اللي بعد كده نجح في نقل حسام وابراهيم الى نادي الزمالك، وكان زميلنا الصحفي جمال العاصي كان اول واحد اثار القصه دي بهزار، طب ما يلعبوا في الاهلي، التقى الطرف الخيط الاستاذ محمود معروف وبدا يتكلم في القصه دي، لقى تجاوب عند مجلس اداره نادي الزمالك ليه لا، كلموا حسام. حسام كان ساعتها طالع غاضب جدا من النادي الاهلي فوافق على الذهاب الى نادي الزمالك. والغريب انه السنوات اللي لعب فيها في نادي الزمالك حقق بطولات كتيره جدا وسجل اهداف كتيره جدا وتالق هو وشقيقه ابراهيم. حسام وابراهيم كمان نجحوا جدا في اول سنه تدريب مع نادي الزمالك، بدايه مشوارهم التدريبي كان مع الله يرحمه الحاج سيد متولي في النادي المصري، دي ايضا لها قصه انه كان الكابتن جوهري عليه رحمه الله هو الاب الروحي لحسام حسن. ونادي المصري انتوا عارفين اشتهر بتغيير المدربين يعني كثيرا، يعني المصري ما بيعشلوش مدربين ده طول عمره يعني. فكان الحاج سيد متولي بيبحث عن مدرب، وكانت علاقته بالكابتن جوهري ممتازه، لان الكابتن جوهري كان انتقل لتدريب المصري في سنه من السنوات ثم تم استدعاءه لقياده منتخب مصر. فالكابتن جوهري رشح للحاج سيد متولي حسام حسن. برضو القصه دي انا سامعها من الله يرحمه الحاج سيد متولي، يعني هو اللي حكاها لي وقال لي انا محتاج روح، والكابتن جوهري قال لي حسام وانا شايف ان القصه كويسه وحسام ممكن يفرق مع نادي الزمالك، انت ايه رايك؟ انا الحقيقه تحفظت جدا، قلت له انا يعني حسام ما عندوش خبره، قال لي بس عنده حماس والحماس هيفرق جدا معانا، قال لي وتجربه نشوف هتحصل ازاي او هتكتمل ازاي. وبدا حسام مشواره مع المصري، وكانت المفاجاه انه بدا مشوار ناجح. من سوء حظ حسام ابراهيم انه الحاج سيد متولي توفي فجاه اثر ازمه قلبيه. بعد كده حسام وابراهيم انتقلوا من النادي المصري الى نادي الزمالك، ثم خرجوا كمان من الزمالك في ظروف غريبه جدا رغم تحقيقهم انجازات ليست بالسهله، لكنه حصل خلاف شديد جدا
بينهم وبين استاذ ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك. استاذ ممدوح عباس قال هناك مجلس اداره وهناك نادي، وبالتالي النادي هو الاساس وليس المدرب هو الاساس. وبدات عمليه التغيير داخل نادي الزمالك الى ان عاد من جديد لتولي القياده الفنيه بعد ما تركوا منتخب الاردن. والغريب ان هم حققوا نتائج مبهره جدا في الاردن، يعني في الاردن هم تاهلوا الى الملحق المؤهل لكاس العالم، نهائي كاس العالم. وطبعا لعبوا اوروجواي، اوروجواي فريق عنيف جدا وصعب جدا، كانوا كسبوا اوزبكستان وراحوا على فريق اوروجواي خسروا 5. بتتكلم في كافاني وبتتكلم في سواريز وبتتكلم في ديجو فورلان، بتتكلم في اسماء عنيفه جدا. وحسام المباراه اللي كانت في الاردن كان حظه سيء جدا فيها، حاول يعتمد على حماس الجمهور لكنه فتح خطوطه جدا، فكانت النتيجه هزيمه ثقيله. هناك في اوروجواي عمل ملحمه طيبه وانتهت المباراه بالتعادل بدون اهداف، وده رغم الهزيمه الثقيله في الاردن الا ان هذا لاقى استحسانا كبيرا لدى الاوساط الرياضيه في الاردن. ثم تاهل لنهائيات الالعاب، عفوا نهائيات بطوله اسيا مبكرا، وكان ينتظر المشاركه في النهائيات في شهر يناير. حسام كمان عنده مشكله كبيره جدا مع اللاعبين او بعض من اللاعبين، خصوصا بعد ما دخل في صدام مع الكابتن عامر شفيع كابتن المنتخب وحارس مرمى المنتخب الاردني. عامر شفيع ده حاجه تقيله جدا في الاردن، وعلى اثره تم استبعاد عامر شفيع من المنتخب ومعاه بعض من اللعيبه الكبار. العلاقات ما بين حسام وبين الاعلام الاردني لم تكن على ما يرام، يعني لوقت ليس بالقصير ظلت متوتره جدا جدا جدا. اللاعبين لهم سطوه ونفوذ عند الاعلام، الاعلام كان دائما يهاجم حسام انه غير متواجد في الاردن باستمرار عكس الكابتن محمود الجوهري اللي كان بينزل مصر اجازه فتره لا تتجاوز شهر فقط لا غير. لكن حسام كان مقسم ما بين القاهره والاردن ودبي لان ليه اقامه كمان في دبي. لكن نتائجه الحقيقه مع المنتخب الاردني كانت مثيره للاعجاب، ما في بطوله دخل فيها الا ما ادى بشكل جيد. بطولة غرب اسيا اللي كانت في قطر خرج لم يوفق فيها في المباراة النهائية وخسر امام المنتخب القطري، بطولة المنتخبات الثانية الحقيقة، ودي اثارت عليه الاعلام لانه المنتخبات اللي هناك كانت منتخبات تانية، وحسام كان بيلعب بمنتخب مكس شوية. العلاقة لم تكن جيدة بينه وبين الاعلام في الاردن عكس في مصر، يعني حسام الاعلام المصري دائما وابدا ما يسانده، لانه كتير جدا من الاهلاويه ما زالوا بيحفظوا لحسام ما قدمه للنادي الاهلي كلاعب، والزملكاويه بيحبوا حسام حسن باعتبار انه نقل بطولات الى نادي الزمالك ونقل روح الى نادي الزمالك كانت غائبه عنه، وباعتبار ان تجربته الاولى مع الزمالك كانت جيده لانه الاهلي كان في مركز بعيد، اسف الزمالك كان في مركز بعيد ثم ختم الموسم في المركز الثاني. صح خسر امام الاهلي 3-1 في الكاس ودي اللي عملت له مشكله، ولما الزمالك حب يعوضه حب فجاب المدرب القدير كابتن حسن شحاته، وده ايقونه مدربي نادي الزمالك ويعني معشوق جماهير نادي الزمالك. فالناس امتصت بهدوء او تقبلت بهدوء قرار رحيل حسام حسن الاول عن نادي الزمالك. اما هذه المره الحقيقه فانا يعني مش شايف ردود فعل غاضبه، ويمكن الناس زي ما قلت لحضراتكم انه مباراه السوبر عملت كسره عند حسام. نمره 2 انه كان موجود ميدو، وميدو كان عنده علاقه طيبه جدا مع جماهير نادي الزمالك، فجزء من جمهور الزمالك كان حزين على ميدو، ناهيك عن ازمه الوايت نايتس ومشكلتهم، فبقوش مركزين دلوقتي في الكوره، مركزين في المحاكم والمولوتوف والمظاهرات والكلام الفارغ ده. ده جزء من اهداف حسام حسن مع النادي الاهلي، لانه حسام الحقيقه ليه تاريخ، يعني انا شخصيا وجهه نظر ان ده مهاجم ما جابتوش ولاده، يعني من المهاجمين العظماء في تاريخ الكره المصريه على الاطلاق، واهدافه كانت مؤثره وكانت مهمه وكانت ضروريه وكانت يعني بتحصد بطولات كثيره جدا للنادي الاهلي. والامر نفسه قدمه حسام حسن مع نادي الزمالك، اعتقد ان الهدف ده يمكن يكون في مرمى النادي المصري. انا بتصور كمان ان كيميه حسام مع النادي المصري هي الكيمياء الاعلى، هي الكيمياء الافضل. الجول اللي فات كان في الاتحاد السكندري، انا متاسف. حسام كمان اجاد الضربات الثابته دي من المباريات الشهيره، كان ابراهيم حسن تم ايقافه وحسام كان بيلعب على عينه زي ما بيقولوا، وكان غاضب جدا بسبب ايقاف اخوه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، فكان بيرتدي تحت فانيلته فانيله 2 فانيله اخوه ابراهيم حسن.
ده هدفه في الزمالك في المباراة الشهيرة اللي هو فيليكس سجله فيها الهدفين. الهدف ده بعدين سحب الزمالك من هذا اللقاء لم يكمل، وده هدفه ايضا في مرمى الزمالك في مرمى حسين السيد. حسام حسن تاريخ كبير جدا كلاعب، وكان الحقيقة كمدرب كمان كان ماشي على الطريق لولا انه تعجل وقرر ان يترك المنتخب الاردني الشقيق ويعود الى نادي الزمالك، وكانت النتيجة في النهاية عدم وجوده مع نادي الزمالك. ده برضو هدف لي مع نادي الزمالك. ادي حازم امام، ودي جمال حمزة، ودي طارق السيد، ودي مدحت عبد الهادي. يعني دي احدى المباريات الافريقية. لا حسام كلاعب كرة اعتقد انه من الصعب جدا انك تلاقي مهاجم في قوته، في عنفوانه، في شجاعته، في كمان اهدافه حاجة سوبر في عالم كرة القدم. اللاعبين الواحد الحقيقة استمتع جدا جدا بيهم كلاعب كرة قدم، لكنه التدريب في العالم كله كده، في الدنيا كلها كده، مدرب عظيم ما لا يوفق. الجوهري نفسه بجلالة قدره وصلنا كاس العالم، خسر مباراة ودية امام اليونان، لقى نفسه في اقالة، وقبل كده غيرهم كتير جدا من المدربين العظام المحترمين الكبار. انا بس بوريكم جزء من اهداف حسام حسن مع الزمالك وقبلها مع النادي الاهلي. بنتمنى له التوفيق، وحسام بالتأكيد مش هيقعد في البيت، هيبقى له اندية بيدربها بعد كده. عايز اخد لكم بعض الاخبار كده، اعتقد احنا غطينا. الرجاء يتقدم على الاهلي بهدف في الدقيقة 75. دوري السنة دي هتشوفوا فيه مفاجآت بالجملة، واللي عايز اقوله انه مش هيبقى فيه صغير وكبير، في ثلاث سنين في مصر ما فهمش صغير وكبير، تاني في ثلاث سنين في مصر ما فهمش صغير وكبير. هتلاقي الداخلية كسب الاهلي ذهابا وايابا السنة اللي فاتت، هتلاقي الداخلية بيكسب الاهلي وبيكسب الزمالك. الهدف كانت هجمة من ناحية الشمال واتسددت في، فاكرين جون احمد فكر الصغير في عصام الحضري في نهائي الكاس؟ بصوا حضراتكم نسخة منه، نسخة منه احمد فقه في نفس الجون اللي هنا، ومتشاطه من نفس الناحيه دي، وخدت الكيرف ولفت على بره على شمال شريف اكرامي، استقرت على شمال شريف اكرامي. هقول لكم مين اللي جاب الجون دلوقتي حالا للرجاء في شباك النادي الاهلي، هو اللاعب رقم 4 عمرو المنوفي. الاهلي على فكره مش من النوع اللي بييأس، يعني اللي بيدير المباراه دي الحكم محمد الحنفي، هو من الحكام المحترمين يعني اللي ما بيتأثروش، واصلا ما فيش جماهير موجودة في المدرجات، فما فيش ما يدعو للتأثير. لكن بقول لكم ان الدوري ثلاث سنين اللي جايين هتلاقوا عجب العجاب، هتلاقوا عجب العجاب، هتلاقوا فرق صغيرة بتكسب الاهلي والزمالك وبتكسب الاسماعيلي وبتكسب بتروجيت وبتكسب امبي، وهتلاقي حاجات غريبة جدا بتحصل في عالم كرة القدم. فيعني ما تستغربوش من النتائج دي. الشطارة ازاي تقدر يعني تحافظ على شطارتك وتحافظ على يعني ثبات اعصابك في التصدي للمواقف الصعبة. خليني اقول لكم كمان بعض الاخبار، وانا بقول لكم اول باول ماذا يحدث في مباراة الاهلي والرجاء المغربي. انه على فكرة اسمه ايه البلاتر هيرشح نفسه لرئاسة الجبلية، ده خبر ليس بالقديم، لكنه من رئاسة، انا قلت هيرشح نفسه ليه رئاسة الجبلية؟ طب يا دي بشرة خير، ما تغنينا بشرة خير يا عظيمة حسين الجسمي، يلا دي بشرة خير. بلاتر هيرشح نفسه لرئاسة الجبلية، واتحاد الكرة المصري قرر انه تاني في الجبلية برضو، بلاتر هيرشح نفسه لرئاسة الفيفا، صح كده؟ والجبلية بقى قرروا ان هم يسندوه في ملف الترشح، ولا هترشح قدامه جيروم شامبين، ده كان سكرتير الاتحاد الدولي مع بلاتر، حصل خلاف عنيف جدا ما بينهم وما بين بعض. وقت شامبين قالك انا مرشح نفسي، انا عارف ان انا ماليش فرصة، لكنه عشان الراجل ما ياخدهاش بالتزكية، وانا اتصور في النهاية انه شامبين هيتنازل. ابقوا افتكروا شامبين هيتنازل وبلاتر هياخدها بالتزكيه. هو بلاتر هيبقى نهايه الدوره دي عنده 83 سنه او 84 سنه، هيبقى لسه شباب، هيبقى فاضل له حوالي 3 دورات ان شاء الله في العيد المئوي، يكون دفننا كلنا وهو مكمل تاني في رئاسه الفيفا. خلينا نروح الفاصل، بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم.